هاي صار يرن علي، هاي ابنك اللي مسجع بيرن علي. احكي له انا مش موجود، انسجنت 26 سنه قضيه ارهاب. يا زلمه هالكيت بده يستر راسي، خال العبد ومات خال العبد وعاش خال العبد، مين خاله العبد؟ هو اخوي الوحيد واسمه عادل. ما هو قصده عن اخوك عادل، بقول له خال العبد. يا رب. ردي ردي. يما شو اخباركو؟ ليه سكرتوا الخط؟ لكو خالي العبد صار في شيء. اما طلع ما تخبي علي. كيف اختصر وسنجاها شيء؟ حوشات؟ ما كي جوا اخو انت اجل زهمرت ولا لسه زي ما انت؟ الو اسمع، غير لي شريحتي وجيب لي شريحة يمنية، ما حد يعرف في الكرة الأرضية رقمها، ما أثقل دم هالولد. هيو رجع رن أقول لك هو. وأنا سطلنا سطل. أبو شرف كيف خال العبد؟ والله شكله ميت وانتو مش راضيين تحكوا لي. سوسن أجاها شيء؟ بس حبلت ولا لسه؟ ولا عريس ولا شيء؟ يا ابي العبد ملك خلاص خلاص. يا ابي البلد شو متغيره ولا متذكر شيء. ابو شراك جبر ابنك حبيبي، انا رجعت على البلد بس احنا بنحفتل في الحاره مش عارف وين دارنا. شو لون العماره؟ اوكي فاين باي. ولا متذكر شيء. هذا شو بدي احكي معاه؟ اكيد بحكيش انجليزي، مش راح يفهم علي. ولا اهلا وسهلا. يا هلا ابو نسب، يا هلا. هلا يا اخوي، كيفك يا اختي؟ ان شاء الله مبسوط. الحمد لله. والله يا اخوي مشتاق. الحمد لله. سلامات يابا. سلامات يابا. سلامات. يا بي الغربة شو صعبة والله يا جماعة الخير. أولها شو بدي أقول لكم؟ جليت بلاط وصحون وجلي صحون وبعدين الله أعطاني فتحت كزية. بس والله برد كندا مو بنموت. أنا مرة وأنا ماشي في السيارة